اليوم الرياضي قريب، يوم الرياضي للدولة أعتقد يوم مهم، والرياضة دائما مهمة في حياة الإنسان. أكيد الدولة داعمة بشكل كبير للرياضة لشبابها الرياضيين. يوم مفرح حق الأطفال، حق الكبار، حق الشباب. أتمنى أنكم تحتفلون بهاليوم وتمارسون رياضاتكم اللي تحبونها. وإحنا كلاعبة منتخب قطر وأبطال آسيا نحثكم على ممارسة الرياضة دوما، سلامة جسمكم وعقلكم. لازم نحاول أن حياتنا كلها أو أيامنا كلها تكون رياضة إن شاء الله. So I encourage everyone to join this big day for the country. وخلونا نحتفل بهذا اليوم.